محمد حسن، مهندس اتصالات، عندي 33 سنة. علاقتي بالنادي الأهلي بدأت من ساعة ما اتولدت. والدي عضو في النادي الأهلي من زمان، أهلاوي كبير، هو اللي علمني أصلاً يعني النادي الأهلي. العيلة كلها تقريباً أهلاوية، في عناصر مندسة شوية في النص بس يعني أغلب العيلة أهلاوية. فمن زمان أنا مرتبط بالنادي الأهلي، من وأنا صغير دايماً عندي تمرين في النادي، لعبت كاراتيه، لعبت سباحة، لعبت هاندبول، فدايما كنت متعود ان انا اخلص المدرسه ارجع اتغدى انزل اروح النادي ارجع البيت انام وهكذا، فكنت دايما متواجد بالنادي. ارتباط اكتر طبعا بفرقه الكوره، والدي مشجع قديم للنادي الاهلي، والدي عنده شرايط لماتشات النادي الاهلي، كنت بتفرج على حاجات انا ما وعدتش عليها اصلا. بدا يتولد بالنسبه لي فكره ان انا برتبط بالنادي، برتبط بفرقه الكوره زي ما انا موجود في النادي بتفرج على الماتشات بره، بدات ان انا والدي ياخدني الماتشات في الاستاد، فالعمليه جت بالتدريج واحده واحده، بس من ساعه ما اتولدت انا موجود في النادي الاهلي. من الحاجات اللي علمت معايا جدا وانا صغير يعني، تذكر في التسعينات الاهلي كان بيلعب اسوان، كان اسوان لسه طالع الدوري ممتاز، وكنا بنلعب في استاد القاهره والاهلي اتغلب 2-0. انفعلت جدا، وكان الموضوع بالنسبه لي يعني اللي هو ازاي يعني نخسر قدام فرقه صغيره يعني 2-0، وانفعلت واتضايقت وزعقت. رد فعل والدي كان بالنسبه لي كولد عنده 11 سنه 12 سنه تقريبا في الرينج ده، ان هو انفعل عليا جدا، ومش عشان الطريقه اللي انا اتكلمت بيها او انفعالي، انفعل ان انا ما وقفتش مع فرقتي وقت ما اتغلبت، اللي انت هتشجع الفرقه تشجعها وهي مغلوبه قبل ما تشجعها وهي كسبانه. فدي من اوائل الحاجات وانا صغير عرفتني يعني ايه اصلا تقف جنب فرقتك، يعني ايه تبقى بتشجع فرقه وانت مش بتشجعها عشان بتكسب، انت بتشجع الفرقه دي لان الفرقه دي بتمثل نادي، بيمثل حاجات كتير جدا كويس، بيمثل انضباط وبيمثل التزام وبيمثل اصرار ان انت توصل لقصاد انت تكسب مهما حصل. شفناها في حاجات كتير، مش طبعا مش هنحكيها ولا هنعرف نحكيها المواقف اللي احنا كنا متخيلين الموضوع، ولا ما خلصش لان الفرقه دي فرقه النادي الاهلي في الكوره او في غيرها. قوم يا اهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أبكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان، كل نعمة في رحابك عندنا دي مشيئة وإرادة ربنا من شيوخك. رموز النادي الأهلي كتير يعني، مش يعني مش محتاجين نقولهم، كابتن صالح الله يرحمه، كابتن طارق الله يرحمه، كابتن مختار التتش نسمع عنه ونسمع عن اللي اتعمل في النادي، كابتن عبد صالح الوحش، لا ناس كتير في النادي الاهلي ما اقدرش اختار منهم حد، ولكن كل واحد فيهم اتعلمنا منه حاجه، وكل واحد فيهم كان ليه مواقف سمعناها وعرفناها اتعلمنا منه ازاي ان انت النادي الاهلي ده بتحطه اولويه، وازاي النادي الاهلي ده انت بتبدي النادي على نفسك، بتبدي الـ 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 الكيان او الرمز او المنظومه على مصلحتك الشخصيه، مش لازم انت كشخص، احنا ما يمكن انا ما تعرضتش لحاجات كتير ان انا اتحط في موقف زي ده، ولكن شفت وتعلمت الحاجات دي، حتى لو ما اتحطيتش في موقف مشابه، لو في موقف اقل او اصغر او مختلف بيبقى هو ده البيز اللي عندك اللي انت بتشتغل عليه، ان هو انت النادي الاهلي الاول، وان انت هدفك ان انت تعمل حاجه للنادي. فصعب ان انا اختار قدوه واحده، كل الناس اللي اشتغلت للنادي الاهلي وكل الناس اللي احنا سمعنا عنهم واتحكلنا عنهم دي اتعلمنا منهم حاجات من المواقف اللي سمعناها. عيله الاهلي هي مجموعه من الشباب اللي حابين يخدموا النادي، اللي بيتجمعوا عشان يعملوا حاجه للنادي، لو في اي حاجه النادي محتاجها، لو في نشاط او ايفنت او حاجه محتاجين حد، الناس بتتطوع. هي بدات كده، بدات بناس اجتمعت عشان خاطر تعمل حاجه للنادي، وبعد كده الموضوع تطور لاكتر من كده، ان احنا بقينا اصحاب واخوات وبنتقابل ونتجمع في رمضان نفطر مع بعض وبنروح هنا مع بعض نعمل نسوي، ولكن الحاجه الاساسيه اللي جمعت الناس دي هي النادي الاهلي.
عيله الاهلي مش مجموعه على قد ما هي كونسبت. مبدا بيضم ناس كتير جدا، اعضاء وناس من بره النادي وناس موظفين في النادي وناس كبيره وناس صغيره. احنا كان في انشطه، كان معانا شباب بسم الله ما شاء الله 13 سنه و14 سنه و15 سنه بيشاركوا معانا. فالعيله هي عباره عن كونسبت بيتجمع عشان خاطر يعمل حاجه للنادي، عشان خاطر يساعد او يضيف او ان هو يشارك في تنظيم حاجه، ايفنت او حدث او اي حاجه النادي محتاجها. كان في احداث كتير اتعملت في خلال الفتره اللي فاتت، مش كل الناس طبعا شاركت في كل حاجه، لان اوقات العدد هم بيبقوا عايزين عيله الاهلي عدد كبير جدا، اوقات ممكن بيبقوا محتاجين 10، الناس دي كتير جدا، فمش كل الناس شاركت في كل حاجه. انا شاركت في كذا حاجه الحمد لله، شاركت في تنظيم الدوره الرمضانيه السنتين اللي فاتوا، الحمد لله خدنا من الاعضاء فيدباك كويس جدا عن اللي اتعمل فيها. شاركت في احتفاليه النجمه الرابعه اللي اتعملت بعد الدوري الاربعين، شاركت في حاجه انا شخصيا بفخر بيها جدا وشايف انها يعني حاجه من اهم الحاجات اللي عملتها يعني وبفخر بيها ان انا عملتها للنادي. شاركت في تنظيم التصويت على اللائحة وما قبله، من هو توزيع اللائحة الابتدائية على الناس وشرحها للناس، وان احنا نلم المقترحات ونوصل المقترحات دي ونوصل للناس ازاي يوصلوا مقترحاتهم، اذا كان عن طريق السكرتارية او ان هم يقدموا في النادي او عن طريق الايميل او عن طريق الورق اللي موجود في ظهر الكتيب ساعتها اللي كان بيتوزع. نشرح للناس اللي مكتوب، مش فكره ان احنا نوصل للناس، احنا نشرح للناس اللي مكتوب. حضرتك اللي مكتوب في ده 1 2 3 4، شوف حضرتك اقتراحاتك وقدمها لنا، نوصل الاقتراحات دي. وصلت انا اقتراحات ذات نفسي، انا عن نفسي بعت حاجات كوجهه نظر شخصيه. فانا اللائحه دي بالذات دي من الحاجات اللي كانت يعني حاجه في منتهى الاهميه، لانها بتاسس للسنين اللي جايه كلها، بتاسس لمستقبل، بتاسس النادي ده هيمشي ازاي السنين اللي جايه دي كلها، بتاسس مين اللي هيتعامل في النادي، مجلس الاداره دوره ايه والجهاز التنفيذي دوره ايه، الجمعيه العموميه ازاي هتراقب على الناس دي، والجمعيه العموميه لازم يكون ليها دور في اي حاجه بتاخد في النادي، من الحاجات الاساسيه. التخطيط للمستقبل من ناحيه الشركات ومن ناحيه المؤسسات النادي ممكن يعملها، مستشفى او جامعه او شركه، دور النادي في المؤسسات دي هيبقى قد ايه ونسبته قد ايه وادارتها هتبقى عامله ازاي. الكلام ده مش حاجه ان هو احنا بنتكلم في لائحه، هي مش لائحه تنفيذيه للنادي، دي لائحه دستور للنادي هيمشي عليه السنين اللي جايه. فدي حاجه الواحد بيفخر ان هو الحمد لله ان هو شارك ولو بجزء صغير جدا في ان هو يوصل للناس ويساعد الناس انها توصل صوتها للجهه التنفيذيه والجهه الاداريه للنادي، انها توصل في الاخر الحمد لله للشكل اللي طلع واللائحه اللي طلعت اللي ان شاء الله نستفيد منها في الفتره اللي جايه والتغيير اللي هيحصل ان شاء الله. بعد بالذات قانون الرياضه الجديد وان تتفتح للانديه انها تقدر تعمل مؤسسات وتمتلك شركات، ده دي نقله اصلا في الرياضه المصريه، دي هتبقى نقله تانية لو اتعملت صح. وطبعا احنا متعودين النادي الاهلي هو اللي بيبدا الحاجه وهو اول واحد بيعمل الحاجه الصح، وبعد كده الناس بتيجي وراه تشوف النادي الاهلي عمل الحاجه دي ازاي وتبدا تشتغل. رجوع الشباب للنادي حاجه مفيده جدا للشباب وللنادي، الشباب يتعلم ويشوف فيرست هاند الناس الكبار اللي احنا بنشوفهم وبنشتغل معاهم بيتعاملوا ازاي، في مواقف كتير جدا بنتعلم منهم، ازاي يتصرف، ازاي يختار، ازاي يبدي النادي الاهلي، ازاي يحط الاولويات بتاعته وهو شغال. الحاجه دي مفيده للشباب انها تتعلم حاجات كتير، طبعا الواحد اتعلمها بعد ما اشتغل مع الناس هنا، مش عايز اذكر اسماء عشان خاطر ما ننساش حد معين بالظبط، بس الناس دي كلها اتعلمنا منها حاجات كتير. هيفيد النادي ان الفتره اللي فاتت كان وجود الشباب قليل في النادي، فده بيأثر معاك ان انت ما عندكش كوادر، ان انت ما تقدرش ان انت بعد كده انا عندي ناس في النادي انا شايفها اقدر ان انا اختار فلان ده كويس في الحته الفلانيه، علان كويس في الحته الثانيه، ده يقدر يساعدنا في كذا، ده يقدر يساعدنا في كذا. الناس دلوقتي لما تبقى موجوده هي تتعلم من النادي، والنادي يشوف كل واحد قيمته فين ويقدر يضيف فين، دي حاجه كويسه جدا. يعني احنا شفنا مثلا لجنه الشباب فيها شباب ناس في منتهى الجمال، يعني
وبتشتغل وبتعمل انشطه وبتعمل مشاريع، مش عايز اقول عليها انشطه لانها مشاريع مش نشاط، بيعملوا حاجات اذا كان بنك المعرفه او الايفنت اللي اتعمل لكاس العالم للايتام، انشطه كتير اتعملت في النادي وايفنتس كتير اتعملت في النادي من شباب بسم الله ما شاء الله عليهم، ناس جميله. لجنة الشباب، لجنة الطفل والأعمال، الماراثون اللي اتعمل عشان خاطر الأويرنس بتاع السرطان، الأنشطة الخيرية اللي اتعملت في النادي، الحفلات اللي بتعمل للأطفال. الحاجات دي كانت موجودة طبعا في النادي طول عمرها، ولكن زادت من ناس هي شايفه ومحتكه بالفئه العمريه بتاعتها، فقادره انها تعرف هم عايزين ايه، نقدر نقدم لهم ايه، هم بيدوروا على ايه. فده بيفيد الشباب انها تتعلم، حتى لو مش هيشتغل في النادي مليون ايام، وده يعني بنسبه كبيره من الشباب مش لازم يشتغل في النادي، ولكن هيفيده حتى هو شخصيا في السي في بتاعته، في خبرته هو الشخصيه في الحياه، ويفيد النادي ان احنا نقدر النادي يقدر يختار والله الشاب ده اقدر ان انا استفيد منه في المكان الفلاني، الشاب ده اقدر استفيد منه في المكان الفلاني، وفعلا خدوا ناس واستفادوا منهم في اللي جاي. انا فخور بان انا جزء من الناس دي، انا فخور ان انا اشتغلت معاهم، وفخور بالشغل اللي هما بيعملوه، وفخور بالروح اللي دايما بشوفها مع الناس دي واحنا بنشتغل، وبتمنى ان هما دايما يفضلوا متجمعين على هدف ان هو خدمه النادي الاهلي ورفعه اسم النادي الاهلي.